أهلا بكم في حديث العرب. ضيفي هذا الأسبوع الكاتب والروائي الإماراتي الأستاذ ناصر الظهري. أهلا وسهلا أستاذ ناصر. حياك الله دكتور. تقريبا 17 سنة من الكتابة اليومية، ما تعبت؟ نعم، هو تعب يعني لذيذ حقيقة، ومشقة وصداع يومي، ولكن متناغم معه، وأصبحت يعني بدون أعتبر عاطل عن العمل، يعني أصبح ضمن الروتين اليومي. نعم. قلت لي أنه المشكلة ليست في الكتابة بقدر ما هي في البحث عن الفكرة. هل تتعب في الحصول على الفكرة، خصوصا أنه مقال يعني ما شاء الله في موقع مهم بجريدة الاتحاد، ويوميا لابد أن تبحث عن فكرة جديدة؟ هي المشكلة العمود اليومي فعلا الفكرة، يعني كيف تصطاد الفكرة، والفكرة المميزة والمغايرة والمدهشة، لأن الأفكار مثل الحجر ممكن أن تصطدم بقدمك يعني، ولكن أن تنتقي منها هنا الصعوبة، اللي هي تصبح مسألة مثل مسألة الاصطياد أو الصيد يعني. تبقى بقية الأمور حرفية ومهنية يعني ككتابة، ولكن المسألة شاقة. هل تربك الكتابة اليومية بما فيها من يعني آلية بحث عن فكرة والجلوس والصياغة وإعادة الصياغة، هل تربك وقتك أو جهدك أو اهتمامك بكتابة القصة والرواية؟ بالتأكيد، مش إلا يعني الجانب الإبداعي في حياتي، ولكن الجانب الأسري، الجانب الاجتماعي، الجانب كذا، لأن كاتب العمود اليومي عليه أن يعني يسطر يومه ويضع إيقاع وقته وفق هذا المقال أو العمود أو سميه ما شئت يعني. نعم. خاصة أنك أنت توعد القراء بشكل جديد ومختلف، وفيه بعض الدهشة والبسمة. نعم. وأشياء كثيرة. نعم، كما تعرف الإرهاب والتطرف الفكري من أبرز التحديات اللي تواجهها المجتمعات العربية اليوم. هل إعلامنا العربي عموما في مواجهته مع أفكار التطرف والتكفير، هل هو يعني بمستوى المسؤولية؟ هل يستطيع أن يجاري هذا الخطاب المتطرف اللي استغل حتى قنوات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح كبيرة في المجتمع العربي؟ والله إذا يعني خرجنا الإعلام من دائرته يعني الرسمية. نعم. لأنه يعني هذه الدائرة متكلسة ورسمية، وعندها هذا الثوب ما تقدر تخرج منه، في حين هم يلعبون في فضاء أو عشب أخضر. فلازم ننتقل من هذا الجانب الرسمي. نعم. كذا كذا، إلى الجانب الخاص والمشاريع يعني الإعلامية الحرة. ولا نخاف من أي فكرة أن نطرحها، لا نخاف أن يعني نقول ما علينا أيضا، ليس كل ما نريد أن نقوله كله لنا يعني، ساعتها نستطيع، وإلا هم يتقدمون بخطوة، وإذا تقدمون بخطوة سنلهث وراءهم. نعم. نعم. وهذا كانوا هم أشطر في البداية، لأنهم كانوا عندهم يعني مجاميع من كل مكان. يعني تصور مثلا لو أنا كتبت يوم عنهم، تجيني رسالة من كندا، ورسالة من استراليا، ورسالة من الفلبين، ومنتشرين في كل مكان. وهذا حدث معك. وهذا حدث طبعا. في حين من يريد أن يثني على ما كتبه ناصر الظهري إذا كان صديقا وكذا، وأنا اتصلت فيها وهو اتصل فيه يقول لي والله اليوم قريت. نعم. ففي مسألة يعني ما كنا نقدر نجاريهم. نعم. فيها. نعم. تقول في الحديث عن الإعلام في تلفزيوناتنا، حيث الجهل والتجارة تغلب على العمل الموجه للأطفال، وحيث السطحية والسذاجة تسيطر على البرنامج الموجه للمرأة، وحيث الاستخفاف وعدم الاحتراف في البرامج الموجهة للأسرة. ألا ترى أن هنا يعني شيء من الحدة في هذا النقد؟ والله هذا أنا قراءة في الواقع الحقيقة. اليوم ربما تغيرت بعض. نعم. هذا ربما كلام قديم بعض الشيء، ولكن هو قراءة للواقع. اليوم ما هي البرامج التي تقدم للأطفال؟ ما هي البرامج التي تقدم للمرأة؟ أنا أتكلم عن تلفزيوناتنا، سواء محلية أو يعني فضائية، أو خاصة الطفل. بلد مثلا لنفترض يعني من واقع المعيشة والحال مثل فرنسا، تجد عندهم مجلة للحوامل،
مجلة للمرأة المرضعة، مجلة للحدائق، هذا التخصصات للأطفال على الفئات العمرية، يعني اللي ما يعرف القراءة والكتابة في طور السنة والسنة وشوية، بعدين للفئة العمرية رقم يعني في السنة الخامسة، وهكذا وهكذا. نحن وين عندنا هذه الأشياء؟ نحن كله عجين. نعم، والمقدمة للطفل، المحتوى المقدم للطفل اليوم لما تشوف مثلا على اليوتيوب على سبيل المثال أطفالنا يركضون وراء المواد الإنجليزية لأن المحتوى العربي ضعيف جدا. أكيد أكيد، وهذاك يعني الجانب اللي يأتينا من الغرب يعني كثير مدروس، يعني ما في والله برنامج طفل يقدمه أي واحد يريد يكتبه، لازم يكون عنده واحد من علماء النفس يعرف شو مكتوب، يراجعه في واحد استشاري يعني مسألة طب الأسرة وكذا وكذا. يعني مش الكتابة للطفل صعبة جدا، يعني مش هينة، يعني مش وإلا. نعم، عموما يبدو أن الكتابة اليوم وأنت كاتب رواية وكاتب قصة وتعنى عندك مشاريع سينمائية سنتحدث عن بعضها، هل تخشى على الرواية من الاندثار؟ هل تخشى في عصر اللحظة السريعة، في عصر الكلام والكتابة السريعة، على المقال الرواية القصة من الاندثار؟ هذه فنون وجدت لتبقى، ما بقي الإنسان، سواء يعني الحكي والسرد. نعم، وكذا بدأ من عند الإنسان لما كان في ذاك الغاب أو في الكهف. نعم، حينما يرجع من بيته ويشعل نارا ويجلس حول يعني أطفاله وكذا. نعم، يبتدي الحكاية، وكذلك الأم، وكذلك هذه الأشياء ترافقت مع الإنسان، تطورت، أخذت أشكال أنواع كذا، وهي تتحايل على الزمن أحيانا. كذلك اللغة تدعمها، ممكن أن تقدمها بطريقة مختلفة، لكن مثلا ستبقى ورقيا أو إلكترونيا، هذه بعد أيضا مسألة أخرى، ولكن لا خوف، يعني خاصة أن هذا زمن الرواية. يعني هل يعني تنظر بتفاؤل بإيجابية المنتج الشبابي في الإمارات، خصوصا في الأعمال الروائية، في الأعمال القصصية، في الكتب اللي نشهد في نوع من الطفرة في السنوات القليلة الماضية في معارض الكتاب في الشارقة، في أبوظبي، في الرياض؟ كيف تنظر للإنتاج الشبابي الجديد؟ والله أنا قلت رأيي في بعضها، يعني بعضها القليل جيد. نعم، لأن لا تستطيع أن تقول والله طالب يعني في بداية الثانوية أو دخل الجامعة وكذا فكتب رواية، لا تأتي هكذا الرواية، كتابة الرواية لا تأتي هكذا. نعم، تحتاج إلى تجربة عمرية، تجربة في الحياة. نعم، تحتاج إلى أشياء كثيرة، حتى صراع مع النفس، صراع مع الآخر، يعني على أساس تنتج عمل روائي. اليوم في استسهال في طرح العمل الأدبي وكتابة تحته أنه رواية، دور النشر البسيطة، الكلام اللي موجود على الانترنت ممكن أن تحوله فيما بعد إلى رواية، كمشروع رواية. الآن الطباعة الإكسبريسو هذه اللي هي مثلا 100 نسخة تطبع، مش مثل الطباعات القديمة، كل هذه سهلت، ولكن الأصوات القليلة الواعدة تعد على أصابع اليد الواحدة. بنات الرياض رواية حققت صدى مهول على مستوى العالم العربي. نعم، وكانت يعني فكرتها بدأت على المراسلات على الإيميل. صحيح. هل تقصد عمل مثل بنات الرياض؟ والله أنا أيضا بنات الرياض هذا رأيي فيه، هي الفكرة جميلة، فكرة جديدة، تمام، ولكن هذه الفكرة الجديدة هي اللي خلت القراء يذهبون وراها، ولكن هذه لا تؤدي، يعني ما في عمل تراكمي ممكن يخلق أفضل منها، يعني بدليل أن حتى الروايات اللي بعد جت من ناسي اسم الكاتبة يعني تقدم خطوة للأمام، يعني نعم. بنات الرياض كانت طفرة. نعم، بالنسبة لهم، ولكن مش يعني بنات الرياض قياسا للأعمال الاستسهالية والتبسيطية، لا، أنا لأنه يؤخذ يعني على ناصر الظاهري هذا الموقف من أنه ربما غير متحمس لمحاولات شبابية في الإمارات وفي الخليج. يعني البعض يقول يا أخي لو طلع 100 عمل طلع منهم 5 أعمال جيدة أحسن من لا شيء. إيه، بس أنت الآن في ضرر من 95%، في ضرر من 90%، هذه هي المشكلة. وين الضرر؟ يعني أنا أقول لك، في غث اليوم ترمي أنت في السوق 100 رواية،
عندنا هالشكل. نعم. موجود. أنا حتى لو أتكلم على مستوى الإمارات أو مستوى الخليج عندنا أكثر يعني، لكن من هذا إذا وجدت 10 روايات أنا يعني برفع القبعة لك. لكن هل يعني هذه الأعمال اليوم تقدم الرواية العربية أو يعني بتدعم الرواية العربية، تدعم موقفها في العالم، بتعطيها يعني مظهرية أخرى؟ ما تخشى يقال عنك أنه ناصر الظهري ما يدعم الشباب ولا يدعم؟ لا لا، أنا أدعم الإنسان الواعي حقيقة. أنا لو أجد كاتب قصة واعي وممكن يأتي منه يعني بأدعمه ماليا ومعنويا. بعض الكتاب بين قوسين التقليديين أو القدامى ربما يغار من هذا الانتشار الشبابي بحكم السوشيال ميديا، بحكم وسائل التواصل الجديدة. لا أغار، ما سأل عن ناصر فقط يعني. أنا بالعكس، أنا إذا في عمل واعي وجاد ويعني مفيد للناس ليفترض أن يتبنى. طيب، لوم المثقف، تقول حينما يطرح هذا اللوم وتوجيهه مباشرة تجاه المثقفين والمفكرين والمصلحين الاجتماعيين إنما هو طرح في مجمله صحيح. كأنك هنا تلوم المثقف في ظل هيمنة، احنا نقول انه في هيمنة للواعظ السطحي اللي مسيطر على كثير من المجالس والميكروفونات والمساجد وكذا. يعني المثقف، ما الذي يفترضه ناصر الظاهري من دور للمثقف في هذه الحالة؟ المثقف طول حياته في كل المجتمعات في العالم هو دور تنويري، دور طليعي، ولكن في الوطن العربي ظل هذا المثقف يعني منعزل في برجه العاجي مثل ما يقولون، أو تراجع منزويا وترك الغث من والغوغاء وسميه ما شئت أن يسيطر على أماكن هو يفترض أن تكون مكانه. هو مكانه دائما في مقدمة الحافلة مش في مؤخرة الحافلة. هذا دور المثقف. لكن والمثقف مش إلا يعني أن يكون يعني يتنطع بالكلام ويتفيق وكذا. سارتر يقول المثقف من؟ المثقف هذا الكناس مر خلص شغله ورايح البيت، لكن في الطريق وجد قمامة بجانب الجدار فقام واخذها ورماها في مكان في مكانها الصحيح من يعني أماط الأذى عن طريق. هذا هو المثقف. تحول هذا الكناس إلى مثقف لأنه قام بدور مختلف. لا بس واقعيا أستاذ ناصر، في ما سمي بفترة الصحوة من آخر السبعينات إلى بداية 2005 تقريبا، كان هذا الخطاب الواعظي مهيمن مسيطر على المجتمع. المثقف يكفر، المثقف يطرد، أكيد المثقف أكيد يفصل من أكيد عمله. أكيد أكيد. ما احنا يعني في الثمانينيات لما كان نوزع أولادنا يعني في شعاب وكهوف أفغانستان وكذا وكذا، المثقف يقول لهم، كان يقول لا، لكن الحكومات والأنظمة كانت تدفع بهذا الاتجاه. نعم. الآن ارتدوا هذه على علي على يعني القمقم، خرجوا من قمقمهم وارتدوا. نعم. على المارد. ما كانوا يسمعون للمثقف، ما كانوا يسمعون للإنسان الطليعي، ما كانوا يسمعون للإنسان الواعي. فاللوم هنا على المجتمع مع المثقف؟ لا، هو دور مشترك حقيقة. المثقف أنا قلت لك انعزل، انطوى نتيجة هذا الصراع اللي هو اليومي، لأن كان يعني كانوا يطارد في لقمة عيشي، كان يتعرض للسجون، يتعرض للمهانة، يتعرض حتى لعدم دعم إنتاجه الأدبي، وكثيرين يعني ذهب بهم الحال وهم يعني على الطوى، يعني ما عندهم لقمه عيش يعني. ولذلك يعني سؤال يطرح في بعض الاوساط على مستوى الخليج، هل انت مع فكره ان يفرغ الكاتب المنتج للكتابه؟ يعني تلقاه مدرس وتلقاه موظف وفي نفس الوقت يكتب مقال ويكتب روايه ويطارد من اجل لقمه العيش. هذه نقله حضاريه كبيره ومتقدمه. يا ليت، هذه بالعكس، هذا شيء جميل. ليش يعني هو يؤدي خدمة للمجتمع، فلما لا تعوض؟ يعني مثل أي واحد يعني طبيب أو مهندس أو شيء يعني يعمل.
هذا عمله للمجتمع كله، في حين اللي يعمل للطريق وللطريق قد يستخدمون الناس تستخدم السيارات. المسألة اللي أنا كنت أريد أقول عليها بالنسبة للتفريغ هي يعني كانت محاولات هنا وهناك وكذا، ولكن لي يعني أشياء بس يعني مدة بسيطة ونجحت حقيقة. كان العراق يقدم نعم. عليها، الأردن بعض الشيء، البحرين هنا كان مشروع ولكن لا أدري إلى أين ذهب، ولكن هي يعني خطوة حضارية بالنسبة للمبدع بالعكس. طيب اسمح لي أستاذ ناصر الظاهري الفاصل الأول، أعود بعده لأكمل هذا الحوار، ابقوا معي. إذن نواصل هذا الحوار مع الكاتب والروائي الإماراتي الأستاذ ناصر الظاهري. إذن أستاذ ناصر، أنت مع فكرة تفريغ الكاتب المبدع الروائي القاص للكتابة، تصبح وظيفته الكتابة؟ والله هذا يعني أمنية، وقلت لك خطوة حضارية. يعني شوف مثلا في أوروبا كل الأمور تجري من أجل دعم هذا الكاتب أو المؤلف، بدءا من دون النشر، وسائل إعلام، نعم. كل الأمور وحقوق الأدبية والمادية محفوظة، وحقوق حتى يعني حقوق الأشياء المجاورة، في حين في الوطن العربي يعني يبتدي الناشر يسرق منه، تبتدي المؤسسات مثلا الحكومية ما تدعمه، يمكن يطبع الكتاب على حسابه ب يعني نسخ محدودة، والإعلام أحيانا يظلمه وما يقدمه بطريقة صح. يعني كل والمدير في العمل يعني ينزعج من غياب وحضور المؤتمرات. طبعا 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 أكيد. يعني يا ليت، يا أتمنى أن يطبق الاحتراف. يعني بقول لك يعني على هامش الحديث، اللي لما بديت أفكر أن أسوي الكتابة الاحترافية، يعني نعم. تعرف هناك مثلا عندك سكرتيرة تحضر لك، مثلا تقول أريد بكتب مثلا عن كذا موضوع، نعم. فممكن تحضر لك الأشياء الأساسية اللي ممكن تقراها، ممكن تأشر لك على أشياء كذا، لأن ما متعودين هنا وكذا. فبعض الزملاء وكذا يقولوا لي بدأت يعني البرجوازية تظهر في الكتابة وكذا، يعني ما متعودين على هذا الشيء. إنه يكون مساعد باحث معك. نعم. بالضبط. نعم. هذه ضرورة. طيب تحدثنا عن علاقة المثقف بالمجتمع، ولمنا شوي أو بالأصح ناصر الظاهري أنت ألقيت باللوم على المثقف الذي ينعزل عن مجتمعه، قلت ربما يعيش في برج العاجي أو في أحسن الظروف ينسحب. ماذا عن رؤيتك للعلاقة المفترضة بين المثقف والدولة أو المثقف والسلطة بالأصح؟ والله شوف، أنا أعتقد مثال جميل لنا يعني أن الغرب، يعني أنا يعني أعتد بالتجربة في التجربة الأوروبية كذا، هو دور تكميلي يعني، ولا مانع أن ينتقد لأن هذا حقه، لأنه هو لما ينتقد يريد شيء جميل، يريد تغيير حال، يريد تطوير، يدفع بعجلة النهضة والتقدم، هو مش ضد يعني أشخاص، مش ضد كذا. يعني هذه نحن مفهومنا لهذه العلاقة دائما تنحصر في أشخاص، أنت ضد فلان، أنت كذا، مش الموضوع، مش الشكل الموضوع في بلد نريد نخطبه إلى الأمام، ما نريد ثلاث يعني اثنين من الواعين المدركين يدفعون إلى الأمام وعشرة من المتخلفين يجرون إلى الخلف، ما نريد هذا. وعندنا أمثلة في العالم العربي، لما الدكتور غازي القصيبي كان ماسك حقائب وزارية مهمة، أحمد الربيعي الله يرحمه، وقصص أخرى كثيرة من المثقفين والشعراء اشتغلوا مع الدولة. طيب قلت في ظل هذا الوضع العربي المتخاذل والمتردي، الأفضل للمرء أن يكتب عن الحجامة وتبيان منافع الحجامة لإذكاء الهمة ورفع الهامة. يعني في إحباط أيضا هنا. لا لا، هذه هي من المقالات اللي هي فيها هذه الدعابة والسخرية السوداء حتى من النفس وكذا.
لما يصير الحال يعني كما هو الحال علينا الآن، نعم. أن يعني العراق يهشم بكل هذا المنجز الحضاري والمكتسبات والمقدرات وكل شيء، نعم. وتجد العراقي يشحت أو كاتب يبيع كتبه يعني للخباز لكي يطوي فيها خبزا، يعني شو هذا التردي؟ تشوف دمشق يعني بلد العروبة، ويكفي أن تقول دمشق فتفتخر كلها الشام أنك عربي، وهذا الإحساس فعلا إذا دخلت الشام تجد هذا. يعني مش أفضل أكتب عن الحجامة أحيانا؟ هو انتقاد للنفس قبل أن يكون للآخرين يعني. نعم. طيب، عندنا حديث مهم دائما في الخليج وفي المجتمعات العربية اليوم، وهي قضية التعليم. تقول إن المدرسين هم عقبات تحديث التعليم، حيث يصرون على التقليدية ولا يريدون أن يخرجوا عن النص. الخروج عن النص في التعليم قد يكون مشكلة. أيام الصحوة خرجوا عن النص وجاء مفهوم المنهج الخفي، المعلم يؤدلج طلابه لمصلحة إسلام سياسي معين. الخروج عن النص بمعنى الخروج عن التقليدية. نعم. من تتكلم عنهم من إخوان مسلمين وكذا، هذا لا، تغلغلوا في الإعلام، تغلغلوا في وزارة التربية، تغلغلوا في المناهج، تغلغلوا في قاع المجتمع، لأنهم غيروا نظريتهم. نعم. كانت النظرية أن تبدأ من الرأس ثم نزولا للقاعدة، ولكن ما بعد ما كانت تجربتهم مع جمال عبد الناصر وفي مصر كذا، قالوا نقلب الهرم، يعني نبتدي من القاعدة ونتغلغل كذا وصولا إلى السلطة، رأس الهرم. في اختلافين في المعنى. أنا قصدي اليوم أن الطالب أشطر من المعلم وأكثر ذكاء اجتماعيا. كيف؟ يتعامل مع أشياء إلكترونية، يعرف معنى بطاقة يعني الكريدت كارد، يعرف إذا دخل أوتيل كيف يتصرف. جيب مدرس أي مادة، عربي ولا حساب، من المدرسين التقليديين تجده مندهش، لا يعرف وين يعني. هذا أريد أنا أكسر هذا الحاجز، هذا الجدار. اليوم الطالب أكثر فهما اجتماعيا على الأقل لنقل من المدرس، وهذا ما نريده. ما أريد أن المدرس يظل يكتب على هذه السبورة، في وسائل أخرى، يعني خصوصا مثلا مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الأطفال في وسائل أخرى، الأجهزة يعني متقدمين. نعم. أيضا في سياق إهمال تعليم اللغة العربية، تقول الحشو في المناهج يمقته الطلاب، وأن الاغتراب يولد التطرف أو الانطواء، وأن اللغة هي الهوية فلا نخجل منها ولا من تعليمها في المدارس. صحيح. يعني هذه مشكلة كبيرة اليوم تواجه الأجيال الشابة الصغيرة، يعني المحتوى العربي عموما يضعف على كثير من المنصات. لأكون صادقا معك، أنا أواجه هذه المشكلة في البيت. أنا عندي مشكلة اللغة، وهذا حال المجتمع. صحيح. عندنا. نعم. يعني لما نتكلم أن نقول ما نخجل من اللغة لأن هويتنا. لليوم أنا ما تربطني بالأندونيسي يعني الإسلام ولا كذا. الحين نتكلم عن هوية، نتكلم عن يعني أوطان وكذا، تجمعني مع الأندونيسي مع كذا، الأخوة الإنسانية والدين وكذا، ولكن لا يمثلون هوية. ما تقدر أنت تقول في الآخر بتقول هذا أندونيسي وهذا عربي، وهذا اللي يعني بالهوية اليوم. نعم. نحن في يعني في بداية الارتجاف التعليمي لنقل، إذا صح. نعم. هذا المصطلح، الارتجاف التعليمي. نعم. حاولنا نجيب تجربة من هنا، نستورد تجربة مثلا من سنغافورة أو من نيوزيلندا أو فنلندا أو كندا أو كذا أو أستراليا. جميل أن نأتي بهذه الأشياء، ولكن سنصطدم بواقع حالنا، يعني واقع حال المجتمع مختلف تماما يعني. وبالتالي صار الإهمال للغة، برز جيل صغير في فترة هذه الخلخلة يتحدثون الإنجليزية وهو يمرتدي يعني عمامة ولا طاوية حمدانية،
ويتكلم إنجليزي ويعني ولا يعرف كأنها لغته اليومية أصبحت بالضبط. فلما حتى تريد تحدث بالعربية يخجل منها يعني. وساعدت طبعا السوق الاقتصادية عندنا ساعدت هذا الشيء بحيث دائما الإنجليزية في الأمام دائما كذا والعربية دائما بالخلف بالخلف حتى تراجعت يعني. نعم. في أيضا تقول هل يعقل أن يدرس طالب الصف الثاني ابتدائي عن جورج واشنطن؟ نعم. ليس اعتراضا على جورج واشنطن ولكن لأن المناهج الخاصة لا تراعي خصوصية المجتمعات. صحيح. نوضح هذه الفكرة. كنت أسأل بنتي أروى كانت تقرأ هذا فقلت أنا ما أعرف كيف جت أمريكا فهي قالت جورج واشنطن فأنا استغربت معقول شو عرفت يعني مهما هذا فقالت عنه وعطتني معلومات عنه طبعا لو سألت عن أي واحد عن شخص أي شخصية يعني محلية أو عربية لن أجد عنده لا هذه المعلومات ولا هذا الحماس لكي تعرفه لأن هذا نقش في الصغر يعني. نعم. فقس على ذلك يعني. يعني البديل في ظنك هو أنه نأتي بمناهج أكيد. مرتبطة بواقعنا أكيد. بشخصياتنا أكيد. بتراثنا. أكيد. في عنده تجربة في اليابان جميلة تجربة في الصين في كوريا حتى الموبايل عنده هوية وطنية مختلفة في اليابان مثلا. نعم. بالمناسبة يعني اليوم في خطوة تعتبر متقدمة يعني بمقاييس العالم العربي اللي هو اتخذتها الإمارات تحديدا أبو ظبي بتدريس مادة الأخلاق أو إدخال منهج خاص بالتربية الأخلاقية. تحدثت عن اليابان متقدمين في هذه المسألة. ما أهمية ومدى ضرورة أن نعلم أطفالنا مثل هذه المادة؟ هذه أشياء وقيم وثوابت للشخصية، إذا اهتزت هذه الثوابت ضاعت الشخصية. فهذا يعني شيء من أجمل ما يكون يعني أن يقدم. إضافة إلى أني أتمنى يعني خاصة في الصفوف الأخيرة أن ترجع الفلسفة وترجع مادة المنطق، لأنها يعني تحض على الأسئلة والأسئلة دائما خير إذا أردنا. اليوم الطالب يخجل أن يسأل، يخجل أن يتعرف على شيء حتى ولو يعني، لأن الأسئلة هي اللي تبني الشخصية فيما بعد. نعم. في البعض يخشى حتى من زوال كليات التربية في الجامعات العربية لأنه صار فيه تركيز مهول على الكليات العلمية مقابل الكليات الإنسانية، المنطق والعلوم الإنسانية. أعود إلى موضوع يعني النشر، تقول هناك دور نشر متأزمة من التاريخ العربي، فلا يمكن أن يظهر كتاب في التاريخ العربي القديم إلا إذا كان الخليفة محاطا بالجواري والقيان وكؤوس الدنان. هل تريدنا أن نكتب عن فقط البطولات والمعارك والأمجاد؟ ما هم يكتبون عن هذا، أنا هذا هو يعني نقد معكوس. بمعنى اليوم في دور نشر إذا شيء فيها قصة من قصص ألف ليلة وليلة ترحب فيها. نعم. وخاصة دور النشر اللي في الغرب العربية اللي في الغرب صارت هجمة يعني أسوأ ما يوجد في التاريخ العربي يريدون ينشرونه. في المقابل في مدرسة هنا عندنا في الداخل تشذب كتب التاريخ، يعني حادثة في التاريخ مذكورة في عند الطبري وعند ابن كثير وعند كذا، يريدون يشذبونه في الكتب الجديدة اللي طبعونها حوادث تاريخية. ما يجوز يعني، نحن التاريخ قريناه ولكن متى أدركنا أن في تاريخ؟ لما تخرجنا وقرينا الكتب التي يعني خارج هذا المنهج. هذا للأسف شيء غلط. أنت أيضا تخشى على طلابنا من أن ينخدعوا بتاريخ لم يكن حقيقي أصلا، وهذا ما تستغل جماعات متطرفة أنه توصف للمراهق كيف كان السلف إلى آخره. يعني هذا قدموا لك، قلت لك هذا تهذيب الأشياء. نعم. يعني حتى دخلوا على الأحاديث بعض. نعم. الأحاديث يعني فيها كلام يعني كان في ذاك الوقت متداول ويومي وكذا، ولكن اليوم الإذن شوية لا تستسيغه فقطعوه. فمرة حتى أنا أتذكر والله
في أحد تلفزيوناتنا المحلية كان رجل يتكلم كذا عن حديث للرسول، نعم، أن من ضمن لي ما بين فكيه وفخذيه كذا مثلا، ف أو كما يعني هذا، فقاموا قطعوا حديث هذا الشيخ اللي هو يعني ما فيها شيء أصلا، ما في الكلام هذا، نعم، متداول وعادي وكذا ونطرحها يعني. فأحيانا حتى تحصل يعني مثلا هذه من باب الغيرة يعني، أن تجد مثلا بعض القصائد النبطية فيها يعني فيها بعض السفور وفيها كذا، في حين لو أنت بتكتب نص ما يكتبه الشاعر الشعبي في قصة وكذا ستجد قلم الرقيب الأحمر يؤشر ويقطع. نعم، هناك أناس يتقنعون بأقنعة التقوى والفضيلة ليتاجروا بالدين. طبعا نحن منذ عقود نشكو من المتاجرين بالدين الذي قادت هذه التجارة إلى مآسي ظهرت داعش كوجه من أوجه تلك المآسي. هل فاجأك عنف داعش ودموية داعش؟ هذا موجود على عبر التاريخ، هذا مش جديد على التاريخ الإسلامي. كثيرون يعني كثيرون أتوا، نعم، إلى هذه المنطقة بثياب مختلفة، ولكن الوجه الجديد أن هذيلا يعني رافعين الرايات السود وهم كأن سيدافعون عن الإسلام. هذه المفارقة، ويقدمون على أشياء لا تسمح بها سماحة الدين، سماحة الإسلام وتحضر الإسلام والنور الذي أتى به الرسول والرسالة. لكنك لم تفاجأ من هذا العنف؟ لا 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 أفاجأ، ولا أدري ما سيأتي فيما في قادم الأيام أيضا. ما تعتقد أن المجتمعات العربية اليوم بسبب أفعال داعش وأخواتها استوعبوا الدرس؟ ما تعتقد أن الناس عرفوا من يتاجر بالدين وأصبحوا الآن أكثر وعياً في نظرتهم لهذا الخطاب؟ أكثر وعياً يعني بين قوسين، ولكن صار ثمة وعي، لأن في في البداية كانوا مثل ماشيين، نعم، مثل القطيع خلف يعني هذه البروباغندا وهذه الشعارات الجميلة والتقوى والسكن الجنان وكذا والحور العين. لكن المشكلة أصعب من هذا، المشكلة أصعب من هذا، يعني هذه الجماعات من خلقهم من كذا، يعني أمور كثيرة تقال في هذا الشيء، ولكن ذهبوا إلى المكان الموبوء الصح، فقر، جهل، عدم اهتمام، نظرة دونية، الحكومة كانت حاطنهم على الهامش، نعم، فوجدوا ضالتهم في هؤلاء في هالمجتمعات. نعم، قلت أصعب الخيبات التي تأتي من رجال يتطهرون ويدعون قربا من الله أكثر منك أنت الإنسان البسيط النظيف. صحيح. من هم هؤلاء؟ جماعة داعش ولا كل لا من لا 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 يتبنى داعش هذا الخطاب؟ أحد الوجوه، أحد الأقنعة، نعم، للوجوه. وركن رجل الدين أصلا ما في رجل دين في الإسلام يفترض يعني، ولكن كانت في الحضارات الثانية في رجال، نعم، دين وكهنة وسحرة، نعم، وكذا، ولكن اليوم داعش قناع لرجل دين وعد، نعم. هناك من ينكر أعمالها ولكن يتحفظ على نقد فكرها. لا، فكرها خائب بالتأكيد، يعني الرجل الإنسان الواعي، الإنسان يعني اللي عنده بصر وبصيرة وعنده ومن أصحاب الألباب، فكر خائب، نعم، ضد الإنسان أصلا، نعم، وكما قلت ضد أيضا يعني سماحة الدين، يعني غيبوا تلك هذا الوجه السمح وهذا الوجه الإنساني للدين للأسف. طيب أستاذ ناصر الظاهري، بأخذ الفاصل الأخير في هذا الحوار، أعود بعده وأكمل هذا الحوار. قومي
إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الكاتب والروائي الإماراتي الأستاذ ناصر الظاهري. تقول لابد من القضاء على الإرهاب ولكن ليس بالصورة المطلقة كما يتمنى المتفائلون، ولكن فقط تحييده ومنعه من السيطرة على نفوسنا. أول شيء لفت انتباهي فكرة السيطرة على نفوسنا، كأنك أولا يائس من إمكانية القضاء المطلق على الإرهاب بعد هذه المآسي اللي شفناها في السنوات القليلة الماضية. وماذا تعني بالسيطرة على نفوسنا؟ كأنك تقول بداخل كل منا مشروع إرهابي أو متطرف. يعني مش دائما البطل مثل في السينما العربية لازم يعني ينتصر على الآخر وكذا. الشر أيضا ينتصر وعند أعوان كثر، حتى أكثر من أعوان الخير أحيانا، حين تتراجع بعض الثوابت والقيم الإنسانية في داخل الإنسان. إذا لاحظت في الفترة الأخيرة، يعني في مع بداية هذا الموجة الدينية والتشدد الديني، ومش ما أقول الإسلام هو التأسلم يعني، والتجارة بالدين، كثير منا اندفع لأن هذا تيار، وافتكرنا في دواخلنا أن هذا الطريق للنجاة، وهي يعني ضد الفئات الباغية وكذا. ولكن لما شافوا الواقع اللي كذا، بعض الناس تراجع، بعض الناس شغل العقل، بعض الناس يعني سأل وشاور وكذا. فأحيانا لو تأتي هذه الموجة الكبيرة وكذا، نعم، علينا أن نراجع النفس أولا، النفس اللي في الداخل، لأنها أمارة، إذا ما كانت أمارة بالحب فهي أمارة بالشر. نعم، ولكن مطروح اليوم يعني هو جزء من الأسباب، ليس كل الأسباب، الخطاب الديني المتطرف أو الذي يحض على التطرف. نعم. هل تعتقد أن هناك فعلا جهود جادة في المنطقة خلاص يا أخي لا تقحموا الدين في ألاعيب سياسية، انتهى الموقف، لأنه ظل آلاف الشباب، هل تعتقد أننا بصدد إعادة صناعة أو صياغة خطاب ديني معتدل متسامح؟ هذا صحيح، وقد أتى متأخرا ومتأخرا جدا. أنا في رأيي يعني الشخصي أن الدولة الثيوقراطية لن تعيش وإن عاشت عقود. تمت حراك تحت باطن هذا المجتمع، هي التي يعني ستقلب الأمور. الدولة الدينية لن يعني تقام مهما قلنا، لأن في أنظمة وقوانين اقتصادية وعلاقات دولية وأمور كثيرة لا يفقهونها. وبالتالي أن نحن لابد أن نغزو الصين من جديد وأن كذا، هذه مسألة يعني لازم نغسل إيدنا منها، لازم ننتبه لأنفسنا، وهذا ركب حضاري ماشي. وإذا ما كنا يعني من السباقين فيه، على الأقل أن نتشبه بالكرام فهو فلاح. نعم، وجربوا شوي وكشفت المجتمعات العربية. ما عندهم برنامج. الحديث عن السلطة غير ممارسة السلطة والإدارة والتنمية إلى آخره. في ناس تبغى تأكل، إذا كانوا طارحين مشروع أن والله القمح في مصر سيكون كذا، لما حصدوا الناس ما وجدوا إلا قب الريح. نعم، كانت بعض الحكومات عربية وأجنبية تقول هي من تشجع العنف الذي تحول في أواخر التسعينات إلى مصطلح الإرهاب، تلوم الحكومات هنا. صحيح، بعض الحكومات كانت تدعم وفي مشاريع مختلفة، سواء في أفغانستان، سواء في الشيشان، سواء في أماكن كثيرة. هذه الجماعات كلهم ارتدوا علينا في المجتمع لما وجدوا راح الحرب، حرب الشيوعية وكذا، وأنهم ساتر ضد التوغل السوفيتي في المياه الدافئة، وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل وبيدهم سلاح. نعم، فأول ما توجهوا لمجتمعاتهم، عادوا إلى مجتمعاتهم محاربين. محاربين طبعا. نعم. وأول عمل كانوا يريدون عمله يعني كهذا، هو نقض السلطة ونقض أي نظام سلطوي في المجتمع. يعني النظام الأمني يريدوا يقلبونه، النظام التربوي يريدوا يقلبونه، كل شيء. فوجهوا أسلحتهم نحو صدورهم.
نعم، تقول البعض لا يمكن أن يرى شيئا نظيفا أو جديدا إلا ويسمح ليديه بأن تغير معالمه لصالح الشر الصغير الذي يسكن داخله، وكأنه يفعل ذاك يريح، وكأنه بفعله ذاك يريح النفس ويهدئ من غضبها الذي قد يكون على شيء آخر في الحياة. صحيح. فلسفة أو ماذا هذا النص؟ يعني هذا جزء من شو نقول، يروح عن نفسه. نعم. يعني يوجه الشر إلى أشياء صغيرة، مثلا مصعد جميل نظيف تجد يأخذ شاب بالكذا، سيارة جديدة مر جنبها وربما صار هذا الحقد الطبقي وما أدري شو، فممكن بمعنى هذا يعني في كل إنسان في شر صغير، ولكن أنت تستطيع يعني توجهه، وهذا تعبير عن أو تنفيس عن ما بداخل بعض النفوس. نعم. من شرور صغيرة يوجهون إلى، يعني أنت ادخل أي حمامات عامة شوف ستجد. نعم. غير يعني الأشياء. نعم. المكتوبة كذا، لكن تجد يعني حدثنا عن مشاريعك السينمائية أستاذ ناصر الظاهري. والله لا، يا ليت هذا السؤال كان في البداية، كنت رحتني يعني من عناء السياسة والكتابة. الحديث عن السينما حديث جميل حقيقة، وحديث بالنسبة لي تحقيق حلم كان قديم، وحققت قبل سنتين بأول إنتاج يعني عد ضخم يعني بالمقاييس كلها، يعني سواء الفنية أو المادية أو كذا، فهو أول فيلم طويل عن ثقافة الإمارات وعن ثلاثية الماء والنخل والأهل، كيف الماء والنخل والأهل، نعم، كيف شكلوا هذه الحضارة في هذه المنطقة. نحن لم نأتي مع النفط ولم نأتي مع تصديره إلى الغرب، ولم نأتي إلى هناك، ثم جذور تاريخية مرتبطة بالمكان، تمت ناس شقوا وتعبوا، فلمدة ساعتين وربع تقريبا هو طول الفيلم. أريد أقول شيء فيه، أن لابد أن نشكر الجيل القديم الذي تعب ونحت الصخر يعني من أجل الماء، وزرعوا النخل من أجل الحياة، وهو في الآخر أيضا وصية نعلقها على صدور هذا الجيل الجديد القادم، أن ما تنعمون به اليوم هو نتاج فعل يعني الناس الأولين الطيبين. وما شاء الله حوالي 14 جائزة فاز الفيلم. الحمد لله، يعني كان مدرج على تقريبا 20 مهرجان دولي، والسنة الماضية يعني تنقلت في عواصم في العالم وحصد 14 جائزة، فباقي ربما 6 دول أو 7 دول ثم يعرض تجاريا إن شاء الله. نعم. هل هذه الجوائز بتشجعك لعمل قادم؟ هناك عمل قادم؟ عندي مشاريع حقيقة، يعني بين الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وفيلم رواية طويل، لكن تعرف الإنتاج طبعا السينمائي مكلف. نعم. جدا، ويحتاج إلى عمل لوجستي، يعني فيلم لساعتين وربع نحن صورنا في سنة وتقريبا وشهرين، والعمل الفني كان كله في هولندا، فأيضا استغرق مني 6 شهور، غير يعني مسائل ترجمتها إلى العربية، إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، يعني جميل، ظل جهد جميل. الكاتب والروائي الإماراتي الأستاذ ناصر الظاهري، شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا في حديث العرب، كما أشكر متابعي حديث العرب على هذه المتابعة. ألتقيكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء، شكرا جزيلا. شكرا لك.